اللهم ارزقنا بالالف الفه وبالباء بركه. السلام عليكم ورحمه الله اخوتي، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، صلوا على محمد. اخوتي لي زامي اللي نحبوهم ويحبونا، بارك الله فيكم على الدعم والتشجيع والتعليقات. الناس اللي ما ريبونديتش عليهم في التعليقات نقول لهم يسمحوا لي، راني والله الله شارش في الخدمة، ما الله غالب يعني، كي نلقى وقت هكا وندير فيديو ونمد معلومة صافي بليزير. بدون إطالة خاوتي، كما وعدتكم كل حاجة نحطها لكم في وقتها. درك راني بديت نمد القرنينة خاوتي، هذا وين راهي طابط، وحبيت أن نشارك معاكم خاوتي الموضوع هذا، وسرتو صحاب السلاكات راه وقت القرنينة درك، يحب يمد القرنينة منع عساك خاوتي. ها هاي خاوتي، ها المال تاعك يا هشام، ها وين ياكل في الشوكة، ها مام الفمالة هذيك يتعلمت ولا تاكل القرنينة، وين راهي وين راهي، هاي ملهيه ما تبانش، هاي تاكل حتى هي في القرنينة. هذه راهي مناعة خاوتي ساك، هذه أكبر حاجة يعشقها المقنين هي الشوكة هذه تاع القرنينة والبونقار. هذاك بونقار أني ما جبتوش اليوم، غدوة نجيبو، غدوة نزيد ندير لكم عليها فيديو. بونقار هذاك ثاني كنا قبل نصيدو المقنين، كنا يسرح فيه يعني أسراب باللي فول، كنا نصيدوه حتى في البونقار، نصيدوه في القرنينة هذه وفي البونقار، كاين اللي يسميها بو حليبة وكاين اللي يسميها بونقار القرنينة، والبونقار كاين اللي يسميها المرير، على خطرك مر كي تذوق الزريعة تاعو مرة، الله يبارك مناعة ساك. هذه هي القرنينة خاوتي، اللي ما يعرفهاش يولي يعرفها، سرتو الناس المبتدئين، وانا ديما راني نقول لي فيديو تاعي راني نديرها من الناس المبتدئين، وممكن حتى الناس عندهم سنوات يربيو في المقنين وما يعرفوش بالوقت، وقتها القرنينة الطيب، وقتها انسان يوعي كيما هك، لا على الانسان عنده اجر. وهذه هي خوتي، وهذه هي منظر الله يباركها، منظر الله يبارك. شو راحوا كامل هي القرنينة هذيك، لي راحوا كامل هنا، علقت لهم شجره تاع قرنينه في الرمانه، هاي الشجره كامله، الله يبارك. هاي الفماله تاعك يا هشام تاكل في القرنينه، هاي الله يبارك. اكتشف هاي تبان في راس تبان في راس الشجره، هاي تحت هذاك، هاي تاكل في القرنينه، كانوا ما يعرفوش ياكلوا الشوك، وتعلموا مع خوتهم هم ياكلوا في الشوك، ها الله يبارك. ها هاي تعلمت، بدات تتبع فيهم بشويه، هاي طلعت في راسها، هاي في راس الشجره تاع القرنينه، بدات تتبع فيهم بشويه، هاي هاكا شويه تولي خلويه معاها، عقليه تاع جبل، نهار جبتها ما تعرفش تاكل الشوك، خلاص بشويه بشويه درك تبرهش معاه، الله يبارك. اللي يشوف يقول الله يبارك يا خوتي، ما حبوش يروحوا للشجره هذيك، شوف راحوا كامل الشجره هذه. هذه هي خوتي، باه ما يطولش الفيديو، مام لي كناري ياكلوا في الشوكه خوتي، شوف لي كناري وتبرهشوا، اللي يشوف يقول الله يبارك، والسلام عليكم ورحمه الله خير.